السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي جبناكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. أخوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. أخوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، ميغان كات 2019، علبة سرعة أوتوماتيك، المحرك دوسون كاتشوفو، كارت غري صافية، سعر مولاها يقول 543 مليون، بريفيكس. خوتي السيارة موجودة في بومرداس بودويو. قرأوا البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ميغان طروة 2012، طاقة مازوت، المحرك 1.9 سترون تشوفو، ماشية 315 في كارت غريس صافية. خوتي السيارة طولو 186 مليون، موجودة في تيزي وزو بوغني. قرأوا البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. غولف سيريسات جي تي دي 2016، طاقة مازوت، المحرك 2.0 184 شوفو، ماشية 153 في كارت غري صافية. سعر مولاها راه يقول 430 مليون، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في بيتنا. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. بولو سيدان 2014، طاقة بنزين، محرك 1.4 85 شوفو، ماشية 274 في كاتيجري الصافية. خوتي السيارة طولو 190 مليون، موجودة في المسيلة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. مرسيدس كلاسيك 2019، طاقة مازوت، المحرك 200 ماشية 31 في كارت غري صافية. خوتي السيارة عطاولو 960 مليون، موجودة في تبسة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.
مرسيدس 2016 طاقة مازوت المحرك 220 ماشية 125 بكارت غري صافية خوتي. السيارة عطولو 660 مليون موجودة في وهران. قرار بطاقة غنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. هونداي تيكسون 2012 طاقة مازوت ماشية 315 في كارت غري صافية. السعر مولاها راه يقول 280 مليون بريفيكس خاوتي. السيارة موجودة في الجزائر خريصية. قرأوا البطاقة التقنية لخاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ستروين بيرلينغو 2016 طاقة مازوت المحرك 1.6 صندو شوفو ماشي 124 في كاتيجوري الصافية خوتي. السيارة عطاولو 370 مليون موجودة في بجاية أغبو. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. تيوتا كورولا 2020 الطاقة بنزين المحرك 1.8 139 شوفو ماشية 15 نف الوثائق رخصة مجهد خوتي. السيارة طولو 500 مليون موجودة في برج بوعريريج. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.